مكان تفسيرنا عبر الزمان لكن في نفس المكان. أرض كمت للناس اللي سكنها لسان على ضفاف النيل عاشوا متجمعين، عملوا حضارة هتعيش في آلاف وآلاف السنين. لكن هنقف هنا في القصر 18. لما عبرنا الملك لما صوت عياط صوتنا الملكي على الله كل ما القصر يفور سمو الجميل توت صورة الأمون على الأرض. كان يا مكان سافرنا عبر الزمان لكن في نفس المكان أرض كمت اللي نزل وسكنها الإنسان على ضفاف النيل عايشوا متجمعين وعملوا حضارة لكن هنقف هنا لما بطلنا اتولد ولما صوت عياط مولودنا الملكي